أهلا بكم. إن المسؤول عن استدامة هذا الوضع المتوتر بين المغرب والجزائر هو من يتلكأ في التقاط هذه الفرصة التاريخية التي تتجسد في مبادرة ملك المغرب، والذي أراد من خلالها أن يبدد هواجس شعوب المنطقة بأكملها ويلتقي مع تطلعاتها. فالأصل في حل الأزمات بين الدول هو الجلوس على طاولة الحوار وطرح كل القضايا والإشكاليات بنوع من العتاب الأخوي والمثمر وبدون شروط مسبقة، وبإرادة صادقة لتنظيف القلوب من رواسب الحقد والدغينة التي هي في الأصل عبارة عن حسابات سياسية. من يرفض دعوات من هذا القبيل فهو لا يؤمن فقط بمبدأ الأخذ والعطاء، بل أنه يخشى من ظهور الحقيقة في أزمة تعمد أن يفتعلها ويتستر من وراء ذلك بشروط مسبقة ليقطع الطريق على دعوة فيها الكثير من المشاكسة والمصارحة. إن من يتمسك بتقديم الاعتذارات والتوضيحات كشرط مسبق إنما يحاول الهروب إلى الأمام ويضع شروطا تعجيزية لكي تبقى الحدود مغلقة في وجه الشعب الجزائري والشعب المغربي. إن النظام الجزائري عوض أن يسلك طريق الحكمة والتعقل ويتجاوب مع المبادرة الملكية أو عزل أبواقه الإعلامية بالتصدي لتلك المبادرة، وكأن الأسلوب الذي اعتمدته تلك المنابر مقرف ومخزن، أسلوب اعتمد التهجم والسب والشتم والاستخفاف بتلك المبادرة. منبر يصف المبادرة بأنها استفزازية، آخر يقول عنها بأنها تعكس انتصارا جزائريا من خلال تودد المغرب للجزائر، وغيره وغيره مما يطرح سؤالا عارضا، وهو أن المغرب ماذا يريد بالضبط من الجزائر؟ بينما ذهبت منابر أخرى إلى دعوة المغرب بتقديم اعتذار للجزائر فيما يبدو أنه شرط مسبق، لكنه واقع الأمر شرط تعجيزي. وللرد على ذلك نقول لتلك المنابر ومن خلالها ندعو النظام الجزائري إلى الجلوس على طاولة المكاشفة والمصارحة لاستعراض الأزمة برمتها وطرح كل المواقف المعادية على مدى نصف قرن قضى كله في هدر الطاقات وتفويت فرصة التنمية الحقيقية على شعوب المنطقة. وعندئذ سيتبين من هو المطالب بتقديم الاعتذار إلى الآخر. إن استغفال الشعوب بالأكاذيب وتزييف الحقائق لم يعد أمرا مجديا، والحقيقة لا بد أن تفرض نفسها ولو كره الكارهون. ولذلك فإن النظام الجزائري حينما رفض التجاوب مع الدعوة الملكية فلأنه بكل بساطة يخشى تداعياتها، فهو ذاك النظام الذي يربط وجوده واستمراره في السلطة على الإبقاء على عدو اسمه المغرب، فلا بد من هذا العدو الوهمي في حياة هذا النظام، فهو الأكسجين الذي يتنفس به سواء في زمن كورونا وما قبلها وكذلك ما بعدها. فماذا يعني فتح الحدود بالنسبة للنظام الجزائري؟ ما يعنيه هو نهاية مسلسل من الأكاذيب والمغالطات على الشعب الجزائري. فتح الحدود يعني تنقل الأشقاء الجزائريين إلى المغرب. هذا التنقل لن يرضى عنه النظام الذي ما فتئت أبواقه الإعلامية ودعايته الرخيصة تعطي الانطباع بأن المغرب بلد متخلف أهله يعيشون على شظف العيش وفي أمس الحاجة لأبسط مقومات العيش الكريم، وكأنه بلد يعيش على الندرة في كل شيء حتى في المياه الصالحة للشرب. ونقول للنظام الجزائري: إن كنت واثقا من نفسك حرر الشعب الجزائري ودعه يزور المغرب للوقوف على حقيقة ما تدعيه، وإن نسيت فنحن هنا لنذكرك، وما تمسك بالشروط الواهية إلا دليل على خشيتك من أن تظهر الحقيقة جلية لأشقائنا الجزائر، وبالتالي قد يكون ذلك آخر مسمار يدق في نعش نظام الكبرانات. المشاهد تيفي.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.